السيد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة الوطنية والنائب السابق لأمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان ضيف الحلقة القادمة من برنامج اعترافات. الأمن هو أساس العمران مهما كان. كمال مرجان يروي تفاصيل 14 جانفي 2011 ويكشف بعض الغموض. ما كانش فما حراسة لوزارة الدفاع الوطني، والحراسة اللي كانت موجودة غادرت وجاه أمر بالمغادرة. كيف يقيم وزير الخارجية السابق موقف البلاد التونسية من الحرب في سوريا؟ وخطأ كبير، خطأ دبلوماسي وخطأ سياسي. ما مدى تأثير البنوك الدولية على سياسات الدول؟ سمحني باش نقولها بالمعناها مثل عنا شعبي، قولك ما فماش قطوش يصطاد الربيع. خفايا منع كمال مرجان من السفر خارج الجمهورية التونسية. شيء معناها غير معقول، موضوع يضحك ولكن مبكي في نفس الوقت. كمال مرجان يقيم المرحلة الراهنة بقيادة حكومة المهدي جمعة. اليوم عندي نظرة تفاؤلية أكثر، وأعتقد أنها للشعب التونسي بكل. تفاصيل ووقائع يكشفها كمال مرجان في برنامج اعترافات سهرة الأحد 9 متاع الليل على قناة تونسنا.